بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وآله وصحبه القائل: الناس سواسية كأسنان المشط. في الظروف الذي يمر بها العالم الإسلامي والمسلمين حقيقة لا ينكرها أحق لا ينكرها أحد أنها المسلمون متفرقون، المسلمون مختلفون في شتى أنحاء المعمورة. الأخوة الإسلامية واجب عيني على كل مسلم وعلى كل قوم من الأقوام في العالم الإسلامي والأوروبي والأمريكي والغربي. الأخوة الإسلامية يجمعنا في أهدافنا ويصلنا إلى ما لا نريده. حقيقة العالم الإسلامي والجسم الإسلامي ممزق، هناك مؤامرات دولية خارجية ضد الإسلام والمسلمين، وهناك عدم فهم المسلمين عن دينهم وعن رسالة السماء وعن رحمة الله سبحانه وتعالى الذي يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. العالم يحتاج إلى الإسلام، أي إسلام وأي مسلم. الإسلام الذي نزله الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بالوسطية والاعتدال والتحاور والتعايش، وهناك حوارات بين الحضارات. الإسلام يدعو لها، الإسلام يدعو المسلمين وغير المسلمين أن يتعايشوا على أرض الله سواسية، وأن يتنعموا، وأن ماذا يريدون من أنعم الله سبحانه وتعالى بالتعايش والسلم والأخوة الإنسانية جمعاء. الإسلام ليس ضد أحد وليس عدوا للأحد، بل المسلمين مع الأسف الشديد لا يفهمون هذه الرسالة الربانية، هذه الرسالة المحمدية الذي كان يعيش معها في المدينة المنورة. هناك اليهود، هناك النصارى، هناك المشركون وهناك المنافقون، ولكن بحكمته وهناك بإخلاصه وبوحي من الله سبحانه وتعالى توحد بين المجتمعات المدنية. الأولى للمسلمين أن يتحدوا قولا لله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا الاعتصام واجب على المسلمين، خاصة القادة المسلمون والعلماء والمفكرون والمثقفون وقنوات الإعلام، كلهم عليهم واجبات حول هذا الموضوع. الأخوة الإسلامية يجمعنا القرآن الكريم ويجمعنا السنة النبوية المطهرة. المسلمون في أوروبا ينظرون ويدعون من الله تعالى أن يوحد الدول الإسلامية والمسلمون لكي يتنعموا برحمة الإسلام وبأخوة الإسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد والحمى. هناك مآلم ومآسي ومجازر في بورما وفي فلسطين وفي العراق وفي سوريا وفي شتى أنحاء العالم الإسلامي. القادة المسلمون ساكتون، والعلماء إلا من رحم ربه يتكلمون
ويستنكرون هذه المزارات، وهناك باسم الإسلام يذبح المسلمين وباسم الإسلام ينتهك أعراض المسلمين. أي إسلام هذا وأي مسلم هذا يذبح أخوها المسلم باسم الإسلام؟ لذا نحتاج أيها الإخوة والأخوات في العالم الإسلامي التوحد، الاعتصام بحبل الله المتين، حتى نكون من الفائزين في الدنيا والآخرة. أخوكم الشيخ عزير حافظ نذير من أقليم كردستان العراق، عضو مجلس النواب العراقي، مع فائق الشكر والاحترام.